مثل بحال بحال المره مثل هذا اليوم كما مثل هذا اليوم ماركه بيضو دار حاج بقاش معاك قالت لك هذه في الراس هذا اليوم الموقع الرسمي لفريق الوداد الرياضي قبل قليل تدوينه كيذكر مصطفى بيضو دار بالهدف ديالو الشهير في مرمى الفشخ الرباطي 2010 وتتويج الوداد الرياضي بلقب 17 البطوله الوطنيه انذاك. شكرا يعني صراحه وي اول حاجه كنشكر يعني الموقع الرسمي لفريق الوداد الرياضي لانه ماشي غير يعني غير لاعب بيضو دار فدائما يعني لاعبين اللي عطاو سموه على مسار جيد مع فريق الوداد الرياضي فدائما كيذكروهم فكنشكرهم جزيل الشكر لانه هذا اليوم هذا ما يتنساش لانه البطوله كان عندها واحد الطعم خاص لانه قد حتى المقابله الاخيره وكان الصراع بين فريق الرجاء الرياضي والوداد الرياضي وكان الرجاء انهزم هناك في يعني في مدينه الرباط وحنا فزنا مع فريق الفتح الرياضي ويعني وكان تتويج اللي صراحه كنفتخر به كان تتويج حتى اخر انفاس اخر انفاس بطبيعه الحال والحلاوه ديال يعني تتويج هو في المقابله الاخيره ف يعني الموسم كان موسم قوي كان موسم استثنائي يعني وكان لازم نخرج البطوله مع فريق الوداد الرياضي لانه يعني مع فريق رجاء في البطولات كان لازم انا نتوج مع فريق الوداد الرياضي وفعلا كان تتوج اللي هو خاص وكان الابن ديالي سعد اول مره كيجي للملعب في ذاك النهار وكان يعني كان يوم وي كان يوم استثنائي بالنسبه للاعب بيضو دار فشكرا لجماهير فريق الوداد الرياضي. اكيد وشكرا للموقع الرسمي لان هذه التفاته جميله بقى نشوفها في المواقع تذكير اللاعبين وهذا الشيء اللي خصو يكون لانه الاعتراف راه من شيء من الرجال كما تنقول وهذا الشيء ما خصو يتعمم يعني اي واحد عطاق لشي نادي فلازم انهم يذكروا الطريقه ديال كتابه المقال كان فيها كلمات فيها تشويق برافو المسؤولين على الموقع الرسمي بغيت نبغيو نشوفوا بحال هاد الشيء راه حتى الله وقعوا مع شي وي يعني كيبان لك التغيير كيف الصفحه ديال الوداد.